ما أنبل دلالات يوم يحمل اسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، يوم يعلي قيم الإنسانية ومثرها فوق كل اعتبار، تلهم فيه الأثر العظيم للقيم التي غرسها قائد في نفوس شعبه والمنطقة والعالم أجمع. ويأتي يوم زايد للعمل الإنساني هذا العام وللعام الثالث على التوالي في ظل ظروف استثنائية صعبة يمر بها العالم، والتزاماً من دولة الإمارات بواجبها الإنساني تجاه غيرها من الشعوب المحتاجة، فقد قدمت الدولة العديد من المساعدات الإنسانية للدول الفقيرة المتضررة بجائحة كورونا. فضلاً عن ذلك، المبادرات الخيرية التي تطلقها دولة الإمارات، حيث نجد العديد من المؤسسات العامة والخاصة تتجاوب بشكل مثير للإعجاب مع مبادرات الدولة الخيرية والإنسانية وتساهم في الجهود الإغاثية للدولة. أما عن التطوع، نجد أفراد المجتمع في دولة الإمارات يساهمون في التطوع لمساعدة جهود الدولة الإنسانية لتقديم العون للأسر المحتاجة ودعم المبادرات الخيرية. أما في الخارج، فالتطوع من خلال مؤسسات الدولة الخيرية لتوزيع الطرود الغذائية يعطي نموذجاً مشرفاً عن الإمارات وشعبها الطيب. تسير دولتنا بثبات على النهج الذي رسمه المغفور له بإذن الله، ونواصل اليوم مسيرة العمل الإنساني والعطاء في ظل القيادة الرشيدة التي جعلت الإمارات تتصدر قوائم الدول الأكثر تقديماً للدعم الإنساني والمساعدات التنموية.